السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة هنواصل الكلام عن تفسير سلسلة الأسماء، والنهاردة هنتكلم عن اسم جميل جدا وهو اسم خيرية في المنام. طبعا هذا الاسم يعني واضح من خلال رؤيتي لهذا الاسم لأول وهلة. فخيرية جاء من الخيرية اللي هي الأصل فيها الخير. فحينما يرى الإنسان في المنام، سواء إذا كان رجلا أو امرأة، لهذا الاسم في المنام أو شخص أو امرأة اسمها خيرية في المنام، هذه الرؤية لها معنيين اثنين ما لهمش ثالث. إما أنك شخص تحب الخير للناس فتفعله وتوصله، أو أنك تنتظر في الفترة المقبلة خير لك، وهذا هو الأمر الأول. وإما أنك تحمل بعض المعاني الطيبة والجيدة. ما هو طبيعي الإنسان اللي بيحب الخير للناس وده شخص بيحمل صفات مذمومة أبدا، وإنما يحمل صفات طيبة جدا، وفيه إشارة إلى الخير الكثير، مش الخير العادي أو الخير المتوسط، لا، خير كثير سوف يأتيك في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الاسم يحمل بعض التغييرات الإيجابية بالنسبة للرأي، ويحمل أيضا بالنسبة للرأي سيكون عنده رغد في المعيشة في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.